أعلنت وزارة الحكم المحلي عن أسماء الفائزين بجائزة الصحفي صديق الحكم المحلي لعام 2013، وذلك في حفلها السنوي الذي يقام للعام الثالث على التوالي، وبالتعاون مع نقابة الصحفيين وبدعم من مؤسسة التعاون الألماني. وحصد تلفزيون فلسطين العديد من الجوائز، حيث فاز الصحفي معتصم العواوي بالجائزة الأولى عن تقريره الطاقة الشمسية في منطقة الخليل. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الصحفية خلود العفيفي وبرنامجها نفض الغبار النفايات، وفاز بالمرتبة الأولى عن فئة الإعلام المسموعة الصحفية رزان نمر علي أبو زنط من صوت فلسطين بالإعلام المرئي والمسموع، وتكريمه تقديرا لجهوده في خدمة قطاع الحكم المحلي. بين قطاع الإعلام وقطاع الحكم المحلي، كون وزارة الحكم المحلي تقوم بعبء كبير وهو عبء خدمة المواطنين، وهذا العبء يحتاج إلى تكافل وتضافر كافة الجهود. اليوم نتوج هذه الاتفاقية بعمل اتفاقية بين وزارة الحكم المحلي وبين كلية الإعلام في جامعة نجاح الوطنية، باكورة اتفاقيات أخرى ستقوم وزارة الحكم المحلي بتوقيعها مع كليات الإعلام في جامعات فلسطينية أخرى. الغرض منها تعزيز هذه الشراكة، الغرض منها أيضا أن نعرف مواطنينا وأكبر نطاق أكبر شريحة منهم بقضايا الحكم المحلي وتحديات الحكم المحلي في ظل الاحتلال وممارساته الهمجية اليومية. وأيضا من المهم تشجيع الصحفيين الشباب على كتابة